بشوفكم عاملين ايه. بالصلاه على النبي، ماما بركه بتقول لي حبايبي كل سنه وانتم طيبين، احنا في رجب والنهارده احنا صايمين. ماما بركه طبعا ايه وريتكم كتاكيتها اللي كانت مربيه اللي بتربيها. انا ربيت الفراخ وطلعت النهارده ايه احتجابه دي كده، هعمله نفطر عليه. وصفه حلوه وجميل، والحاجه في البيت بتبقى حلوه وحاجه بلدي. انا لما بيكون حاجه بلدي بكون ايه مربيه انا عندي فوق السطح، اما الابيض بشتريه من السوق. البط برضو بربيه على السطح، انما انا ذبحت الديك. وحبيبه هتبقى وجبه حلوه وهتعجبكم. حبيبه بالصلاه على النبي، تعال شوف. مرحبا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا في رجب والنهارده صايمين. بالصلاه على النبي، النهارده ماما بركه بتسلم على حبايبها وبتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. احنا خلاص ايه البسله ماشيه، هنخزن بقى، هنجيب ونخزن. فتابعوا ماما بركه، هتشوفوا بقى ايه حاجه التخزين بتاعه رمضان كلها هعملها باذن الله. هعمل كل الحاجه اللي بتتخزن ان شاء الله. طبعا ايه اخر ايه البسله هتبخها ايه، يعني جابه بسله فصصتها هتبخها صبحه على طول. البسله هي غسلاها، الجزر اهو مقشراه ولسه ما خرطتوش. بالصلاه على النبي، النهارده ماما بركه هتعمل بسله وهتعمل رز ابيض الدمعه القطه بتاع البسله. بالصلاه على النبي، طبعا ايه انا وريتكم الكتاكيت بتاعتي في البلكونه وهي صغننه. طبعا ماما بركه ايه بتربي فرخه فوق، ذبحت البلالين وريتها لكم ببيضها من اللي انا مربياه. رحت طبعا طلعت برده فوق السطح، جبت ايه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي الديك ده كده اهوت، ورحت ذبحاه بالصلاه على النبي. ديك كده حلو جميل اهوت بالصلاه على النبي، شفته عامل ازاي؟ رحت جايباه من فوق. وماما بركه النهارده هتعمل بسله وديك من الفراخ اللي هي مربياها. خليكم معايا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل حبايبها النهارده ماما بركه هتعمل ديك كده ده بحامل فوق، خليته في عبته كمان ما رضيتش اشيلها ولا اي حاجه. بالصلاه على النبي اهو، بالصلاه على النبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. الميه بتغلى هي، بروح حاطه كده بسم الله الرحمن الرحيم. الكبده والقناصه قرن فلفل. طبعا ايه ده ديك بلدي مش هحيق، هحط بس الحاجات ديت واحط شويه قوطه من اللي انا ضربها للبسله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماما بركه بتحب الشوربه بتاعتها حمراء، كبشه قوطه هي من اللي انا ضربها. بالصلاه على النبي، فلفل اسمر مش هحيق، ملح خالص لما الديك يستوي. اكون ايه ورق رولي. طبعا ايه دي مقادير ايه مقادير الديك. طبعا ده ديك بلدي هياخد ويدي مع نفسه، هياخد وقت كبير. اكون خرطت الجزر على البسله وخرط بصلتي، واما اجي الا اوريكم حبايبي. خليكم معايا بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي بالصلاه على النبي، طبعا انا سقطت الديك بالصلاه على النبي. بصوا بقى سبته لما عمل ايه كده، ايه هو ايه استوى اهوت اهو. طبعا ايه هحقق، شفت شويه الشوربه بتاعه بقى. انا حطيت طبعا بس الفلفل الاسمر، ورق الرولي، والبصله، والجزره، وقرن الفلفل. طبعا هحيق بقى الايه الشوربه بالصلاه على النبي اهوت. الملح ابو شطه اهو. طبعا كده ايه الديك ده خلاص كده، انا هدفع عليه بقى كده هيشرب من ايه من الملح اللي حطيته. واروح مطلعاه ايه هحمره في الفرن، هزقه في الفرن. المره الاولانيه ساعه الفرخه عملتها مسلوقه الفرخه البلدي، تاني مره حبايبي قالوا ايه محمرتش ليه يا ماما بركه، حمرتها بالزيت. المره دي بقى ان شاء الله الديك دوت انا هحمره في الفرن. بصوا عملته ازاي، هزقه في الفرن، واما يطلع من الفرن هوريكم. هجهز البسله والجزر والرز. حبايبي خليكم معايا بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طبعا انا خرطت البصله، هقلل البسله. طبعا ايه هقلي وبعدين اوريكم اما اسقط البسله. الديك اهوت طلعته وتبلته بشويه قوطه بقى كده، يعني عاملاه مختلف عن الفرختين عشان يبقى برده ايه عامله كل حاجه وحبايبي شايفينها. بالصلاه على النبي هدخله الشوايه، واما يطلع من الشوايه هوريكم. حبايبي خليكم معايا اهو، تعالوا معايا اهو. انا دخلت الشوايه كده
اهوت في قلب الشوايه. اما يطلع بقى من الفرن هوريه لكم. طبعا ايه بقى، خليكم معايا، هقلل البسله. طبعا خرطت البصل، هقلل البسله وما تتسبك التسبيكه. اما اجي اسقط البسله هوريكم حبيبي انا بقلي بدهنه بالصلاه على النبي. هقلي التقليه واوريكم التقليه لما اقليها. حبايبي خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي بالصلاه على النبي. طبعا ايه التسبيكه بقى، شفتوا الشوربه بتاع الديك عامله ازاي؟ بالصلاه على النبي، الشوربه بتاعته جميله. دي هنسوي بيها محشي بقى مره ثانيه. يعني انا لما بكون حاجه زي كده بلدي ما بكبش الشوربه، هبقى اعمل محشي واسويه بيها. هزيد بقى الدمعه كده من الشوربه بتاع الديك كده بالصلاه على النبي. اهو كده ايه، زدت اهو التسبيكه. هعمل ايه بقى بالصلاه على النبي، بسله بتاعت اهيت غسلتها وغسلت الجزر وخرطته. هنسقط كده بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. طبعا ايه، سقطت البسله، هتاخد وتدي مع نفسها بقى على ما تستوي بالصلاه على النبي. طبعا ايه، هبقى اوريك. هاجي بقى هنا ايه، هنعمل الرز اهو بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اطفي حبيبي علي خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت السمنه اهوت، هنعمل الرز. هعمل الرز جنب البسله، رز ابيض. انا بحط حبه زيت كده، حبه قليلين بس كده، نخلي الرز بيلمع بالصلاه على النبي. طبعا ايه، انا هعمل الرز والبسله تستوي، يكون الديك بتاعي اتحمر في الفرن. هوريكم ايه الوجبه كلها على الرخام بالصلاه على النبي. هعمل الرز حبايبي، الرز اهو اهوت بالصلاه على النبي اهو. هعمل الرز واوريكم الوجبه على الرخام يا حبايبي، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي البسله اهيت، عملت البسله اهيت كده ايه كده، خلاص البسله استوت اهي. هطفي عليها ونغرف على الرخام. تعالوا نشوف الرز بالصلاه على النبي. الرز اهوت برضو، خلاص كده الرز اهوت بيتشرب. انا مطيه عليه برضو هيتشرب. ونوري الوجبه على الرخام يا حبايبي، تعالوا اتغدوا عند ماما بركه. لا هو احنا النهارده صايمين، بس اللي فاطر يجي يتغدى، واللي صايم يجي يفطر معانا بالصلاه على النبي بسله ورز وديك بلدي كده من ايه، من كتاكيت ماما بركه اللي وريتها لكم. حبايبي خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي ماما بركه بتقول لحبايبها كل سنه وانتم طيبين، تعالوا افطروا مع ماما بركه. النهارده انا ذبحت ديك من فوق هيعجبكم، وبالهنا والشفا لينا وليكم. وتعالوا كلوا معانا. والديك عملت ديك وعملت رز ابيض وعملت بسله. حبايبي وصفه حلوه وجميله وهتعجبكم بالصلاه على النبي. تعالوا افطروا معانا، واللي فاطر يجي يتغدى بالصلاه على النبي. يا حبايبي هتعجبكم الوجبه بالصلاه على النبي. تعالوا افطروا معانا وبالصلاه على النبي. مستنياكم في الفيديو كده.